عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مكرونه بالوايت صوص والجمبري. بجد يا جماعه تحفه. معانا المكونات: بقدونس، فصين ثوم متقطعين، ملح وفلفل، جمبري، الكميه بقى زي ما انتم عايزين، ومعلقتين دقيق كبيره، وجبنه بارميزان او موتزاريلا اللي بتحبوه، وكوبايه لبن. اول حاجه هنجيب الجمبري بعد ما نغسله وننضفه. حلو، هنحط له بس رشه ملح ورشه فلفل وخلاص. هنبتدي بقى نعمل. هنحط زبده، لو ما فيش زبده ممكن تحطي سمنه، بس هي طبعا الزبده بتديها طعم حلو جدا. وهننزل بالجمبري. هنديله بس كده زي لون كده وخلاص، زي تحميره كده. ادي شكله بعد ما يعني خليته بس هي دقيقه ياخد لون، مش عارفه ماله ده بيكون كش كده ليه. هنحط بقى معلقه زبده وهننزل فصين الثوم ونقلبها ثانية. بعدين بننزل بملعقتين الدقيق، ملعقتين كبار دقيق، ونقلبها. سهلة جدا، مبتاخدش وقت خالص. بعد كده عندك عندك كريمة طبخ، تمام، هتنزلي الكوباية. معندكيش ممكن كوباية لبن. في بيبقى في كريمة طبخ سايلة كده، هنقلبها. لغاية ما يبقى قوامها حلو، اللي هو لا تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني وسط كده جميل. عايز شوية ملح ورشة فلفل. ننزل بقى الجمبري. نزل لكم ريحة جميلة قوي، والطعم ده تحفة. ننزل بالمكرونة. المكرونة ممكن مكرونه فيوتشيني، اللي هي المكرونه الشرايط اللي عملتها مع المره اللي فاتت، او مكرونه سباكيتي، وممكن كمان قلم اللي عندكم في البيت متوفر ممكن تعملوه عادي، وكمان اللي بتحبوه يعني. نقلب. هننزل بالجبنة، اي جبنة انتوا بتحبوها، ممكن بارميزان وممكن موتزاريلا، مش عايزين اصلا سكري يعني. هنقلبهم بقى مع بعض ونرجع لكم. هنحط بقى ايه، بقدونس. سيب شوية نعملهم على الوش. نقلب. عايزة اقول لكم يا جماعة، بأمانة بأمانة بجد طعمها وريحتها حلوة جدا، والجبنة اللي حطيتها مع السخونة وكده بتموت، شكلها حلو قوي. بامانة بصوا، شايفين الجبنة؟ جبنة وانا بقلب بتموت.
اهي بصوا، بس مش مدرينا كويس قوي في الكاميرا كده. خلاص تمام قوي، لان الجمبري مينفعش يقعد على النار اصلا كتير، علشان كل لو طولته عليه في النار ممكن يمط.